واليوم لدينا برنامج. أهلا وسهلا بكم وأحييكم جميعا من جميع الدول العالم في جمعيتنا. نحن بسرور نراكم جميعا. كل ما نراه في كل يوم سبت التواصل مع الشركاء. اسمي ريتا آشن، وفي مجتمعنا أنا أعتبر رئيس برنامج الشراكة في إيفوريتش، وهو الطريق الذي مررت به من خلال 3 سنوات في هذه الشركة. وخلال هذه الفترة تعليم كثير ودورات تعليمية كثيرة وينمو كل شخص، وكل شيء يعجبني في هذه الشركة وتصل إلى النتائج التي تضعها نصب عينيك. والسطر الثالث طبعا ممثل مجلس السفراء مقدم عبقري المالية الذي يمكن إجراءه أونلاين، وأنا شخصيا تعرفت على الكثير من الشركاء، ويمكن أن تكتبوا أنكم مررتم بهذا التدريب في بيلاروسي قبل عدة سنوات، أي التدريب في عبقرية الأموال، فاكتبوا إذا أنتم شاركتم بذلك. سأذكر بعض الأسماء الذين شاركوا في ذلك في عبقرية الأموال أو التمويل، وكانت لدينا يعني صور مشتركة وتسجيلات أيضا. وترون هنا ممثلين مختلف الشات أو الدردشة. أحيي الجميع من يشارك في ذلك ومن شارك في بيلاروسيا في عبقرية الأموال. والآن يمكن أن تضيفوا ذلك في معلوماتكم. وطبعا متحدث أنا في ماراثون 260 تدرب طبعا، وكنت أنا وميلا سرديكوفا التي شاركت أيضا معي، ويعني وأنتم ستقوموا بذلك أيضا وتتعلمون وتوسعون يعني سيرتكم الذاتية. وأنني متأكد أنكم تقرأوا حول كل شيء حولي. ننتقل إلى الشريحة التالية، ننتقل إلى البرنامج. برنامجنا لهذا اليوم طبعا ليست طويلة وتختلف عما ترون الآن. آخر الأخبار، هناك كان أخبار كثيرة، وأيضا سنقوم بتدريب كيفية تقديم المعلومات والمحاضرات إيفوريتش. والآن أنيت مارتسون ممكن أن تقدم ذلك، وهناك يعني أشياء مختلفة. أنيت في الأسبوع القادم ستقوم بذلك، وبنفس الوقت وبنفس هذا اليوم مثلا يوم السبت سننقل ذلك إلى الأسبوع القادم. سيكون هناك التدريب حول القادة وموضوع القادة. والآن سأحدثكم عن آخر الأخبار. هناك كان أخبار كثيرة وتغيرات، لنرى ما لن نطلع على ذلك. وسأعرفكم على فيبينارات يوم السبت لتعرفوا. هذا السبت الأول الذي والسبت الثاني يجب أن يكون هناك لقاء أو فيبينار، سأكلمكم حول برنامج كل يوم سبت. سننتقل إلى الجزء الأول وهي الأخبار الملحة التي سأحدثكم عنها. وهو الأخبار المدهشة التي عملنا لها عدة سنوات. UGPay Group أو مجموعة UGPay، هناك يعني تبويب في هذا
في مكادكم الخلفية ماذا سيحدث، ونطلب منكم أن تكتبوا في الدردشة في الوقت الذي أقدم لي هذا الشريحة، والمودراتور سيساعدكم في التسجيل أيضا، لدينا تبويبات مختلفة، إيفوريتش تبويبات CRU API ودروجي. إذا لم تروا ذلك UGPay Group فأكتبوا في الدردشة، ستحصلون على الرابط الذي يمكن بواسطة أن تسجلوا عندما تبدأوا بالتسجيل وفقا لهذا الرابط، لتحصلوا على ذلك في مكتبكم الخلفي فيجب أن تستخدموا لوجين العادي الذي تستخدمه في مكتبكم الخلفي. والآن سنتكلم على جروب UGPay. بدأت المبيعات عدة أيام منذ عدة أيام، والكريبت يونت وولد كريو ويساوي 40 سنت، يعني السعر المتوسط تقول 40 يونت، وهذا طبعا سعر سنت وليس أقول. 50% من هذه المبيعات سيكرس لبرامج للشركة. الآن تم زيادة 10%، أي من 40 إلى 50% من المبيعات الكلية، وبشكل ذلك يعني برنامج الوفاء سيكون أقل من ذلك لآخر هذا الشهر، والنقاط CRU ستبقى ل 31 يناير بما في ذلك، ولن يبقى في الباقات أي CRU في مستقبلا. هذا الوقت الرائع أتى عندما نحصل على CRU على شكل بونص وعلى شكل مكافآت، وسيستمر لعدة أيام أيضا ليمكن الوصول إلى النقاط، وفي فبراير لن يبقى ذلك لمدة لن يكون هناك أو يتوفر الشراء بالتقسيط. يجب أن يكون الحساب طبعا، وستروا يعني البالانس أو التوازن للتوكينات هناك World CRU. ولزيادة كمية التوكينات World CRU يجب أن تكون عضو النخبة المميز VIP Elite، وسنعمل كل الإمكانيات لكي تكون أيضا على اطلاع ماذا يعني Elite Club أو النادي النخبة. الشريحة التالية ننتقل، وللحصول على إمكانية زيادة عدد توكينات World CRU من الباقة التي اقتنيتها بنسبة يعني 11 إلى 100%، قم بالاشتراك في نادي النخبة أو الصفوة إلايت، وتضمن عند ذلك عضوية نادي النخبة إلايت والمشاركة في مشاريع مختلفة بشروط حصرية والاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية. عند الاشتراك بذلك ستحصل على طبعا مشاركة مشاريع مختلفة بشروط حصرية، ويمكن أن يظهر أشياء أخرى أو أمور أخرى، ولا نستطيع أن نتنبأ، وأننا نتطور بشكل مستمر، وعندما تظهر هذه الأمور يمكن أن تشارك في مختلف المشاريع للحصول على فوائد كبيرة عندما تكون عضو في هذا النادي، نادي النخبة.
إن هناك ستكون عروض يعني للناس المشاركين في نادي النخبة. ومع ذلك يمكن أن تكون مشاركا ومستثمرا في نادي النخبة وتحصل على فوائد وعروض ترويجية. وفي مكاتبكم الخلفية في الأعلى هناك دوائر تضغطون عليها، هذه الدوائر وطبعا وتنتقلون بواسطة هذا الأسم عند يدور الكلام حول جميع أنواع الأخبار والباقات والتخفيضات المختلفة. عندما تقومون بذلك إذا لم تروا ذلك بعد هذا الويبينار يمكن أن تروا ذلك وتطلعوا عليه. وهذه التخفيضات الرائعة التي معروضة لأعضاء نادي النخبة إلايت الصفوة، يعني هناك تخفيضات مختلفة لباقات لك. قد دهشت عند ضغطت على هذه البانر ورأيت هذه التخفيضات لأعضاء نادي الصفوة وعملت التوثيق اللازم وأصبحت عضوة في هذا النادي والآن حان الوقت للمشاركة في هذا النادي. وبالوقت تتغير هذه الأسعار إذا أنتم لازلتم غير مشاركين، والمشرفون يحددون هذه الروابط في الدردشة لتسجلوا في النادي لتحصلوا على فوائد وأنباء إضافية. تابعوا المعلومات والروابط التي سيتم نشرها. والآن وهو أقل سعر يطرح 1 و2 يعني مرحلتين الأولى والثانية يعني سيكون السعر 100 يونت فقط ولا نعرف أي تاريخ، وتتغير المراحل وهذا العضوية تتغير الأسعار. ويمكن أن يصل هذا السعر إلى 1000 يونت ولا نعرف متى سيحدث ذلك أو يتم الانتقال إلى ذلك. وربما يعني بدءا من المرحلة الرابعة إلى الخامسة يمكن استخدام هذه الفوائد، أي 100 دولار أو 100 يونت. ممكن اشتراك سنوي، لا تفكروا هذا مبلغ كبير، لا تفكروا بذلك، عليكم أن تسجلوا وتشاركوا. وفي المرحلة الرابعة ستصل إلى 1000 يونت، وربما في المرحلة الخامسة قد تصل إلى 10,000 يونت دولار، يعني أي المشاركة السنوية أو الاشتراك السنوي. تذكرون كان هناك لدينا أشياء مشابهة عندما أطلقنا CRU سابقا، كان للدخول لشراء الباقات للحصول CRU كبونص. هل تذكرون كيف كان الدخول؟ كم كان السعر في البداية قبل إطلاق CRU؟ تذكروا سرعة في الدردشة. 400 دولار كانت يلينا فلاديمير يكتبونه والكثير يكتبونه في الدردشة. 400 يونت الذي تم دفعه للدخول إلى CRU. شكرا لكم أيها الأعزاء. الكثير من الأخبار سنتكلم عن الـ VIP Club نادي بشكل موازي بإطلاق المبيعات CRU. حدث كثير من التغيرات في هذه الفترة لكل من VIP للمستثمر الخاص تم تغييره إلى النهاية.
من 18 يناير لشراء أي بضاعة أو أي سلعة التي تتضمن بونص على شكل نقاط CRU للدفع عنها من بالتقسيط مثلا التي تم تشكيلها قبل 18 من يناير. يجب لا زالت يعني متاحة CRU بالتقسيط، وقد نسيت أن أتأكد من ذلك اليوم عندما حضرت لهذا الفيبينار. هذه أنواع التقسيط وفقا لنظام الشراكة، هذه البونصات التي يمكن تحصلون عليها التي في مكتبكم الخلفي يعني على وشك النهاية، التي تحصل على نقاط بارترو. هذا اليوم قد مر يعني من 18 يناير بدءا لـ VIP Club مثلا، هناك إمكانية لكي تكون عضوا فيه. فكروا الـ UGPay Group، لا داعي أن تكون عضوا في الـ VIP لشراء UGPay منتجات UGPay، لا ليس بالضرورة، لا داعي لدفع يعني الدفع لمنتجات إيفوريتش والدورات التي تقترح وأكاديمية المستثمر الخاص التي تقترح الأكاديمية، ليس بالضرورة أن تكون عضوا بالفي آي بي. وهنا طبعا مفهوم أيها الشركاء، لو أنتم ستفكرون لأحدى هذه الباقات ليس من الضرورة أن تكون عضوا في آي بي. وإذا أردتم بعض المعلومات حلو الفي آي بي في الدردشة، اكتبوا حول الأسئلة المطلوبة لكي يتمكن المشرفون للإجابة على هذه الأسئلة فيما بعد. الكثير من الأخبار في الدردشة في الغرف الإنجليزية يكتبونه. بعد ذلك لا تنسوا أن تطرحوا أسئلتكم في قسم الأسئلة والإجابات. لا نستطيع الإجابة ودراسة كل الأسئلة بسرعة، ويعني اكتبوا ذلك في والمشرفون سيكتبونها، وفي الوقت القريب العاجل نحاول الإجابة. ننتقل إلى الشريحة التالية. Global Unit Pay، التسجيل في نظام الدفع، أي توضيحة تامة. يعني الكل كانوا مدهشون خلال الأسابيع السابقة، اكتبوا من هو من استطاع أن يسجل في نظام الدفع Global Unit Pay. شكرا للمشرفين يعني الروابط التي كتبتموها وأرسلتموها. هناك تأخير طبعا، من رأى ولا يعرف Global Unit Pay، هي عبارة عن نظام دفع، والمشرفون سينشرون ذلك والروابط لمن لم يسجل بعد. يمكن أن تمروا بهذه التعليمات لتبدأوا بالتسجيل، وعندما تسجلوا تذكروا يجب أن تستخدموا نفس الإيميل الذي استخدمتمه سابقا في الإيفوريتش وغيرها، نفس الإيميل. وخلال ذلك يمكن أن تكونوا يعني أي باسورد، أو يعني على الأقل 8 حروف ويعني رموز، الذي يتضمن يعني حروف مختلفة ورموز مختلفة وأرقام، لتكون هذا الرقم السري يعني من الصعب اختراقه. كونوا يعني مبدعين وخلاقين، تفهمون عما أتكلم. لتسجيل مثلا يجب الحصول على الرابط، ومع ذلك وفي مكتبكم الخلفي عندما تسجلوا
يجب أن تكون هناك رابط لكم من UGPay Group في الأخبار تترون الملف في PDF. وإذا لم تروا كل ذلك وتريد أن تحصلوا على هذا وطبعا المديراتر أو المشرف، هل يمكنكم أن تضعون ذلك PDF في الدردشة؟ ولو أنتم فوتوا ذلك سيظهر قريبا الآن في الدردشة، ويمكن أن تروه في مكاتبكم الخلفية. افتحوا ذلك واطلعوا قبل أن تستمعوا أو تطلعوا على هذه الأخبار، لأن هناك أخبار كثيرة ومكثفة وحجم كبير من المعلومات Global Unit Pay، وهناك يمكن أن تروا التعليمات وقواعد التسجيل. وفي هذه التعليمات افتحوها ولا تسرعوا وتتسرعوا. من يساعدني في الفقرة الأولى والثانية والثالثة؟ هناك التعليمات، أي لا يستطيع أحد أن يعمل لك أي شيء. هذه تعليمات من موظفينا المتعاونين، ادرسوها بتمعن كل الفقرات نقطة نقطة بتمعن، ولا داعي للعجلة أو التسرع، وادرسوها بتمعن ومروا بجميع المراحل إلى النهاية. وإذا كان هناك تطلبتم أي مساعدة يمكن أن تتواصلوا، ممكن أحدهم يعني تحتكم قد قاموا بذلك، لأنا تابعت التعليمات وقد كنت ربما آخر من قام بذلك، وبدأ لي أنه يعني عملية بسيطة. وهناك وعندما ترى الفيديو لا تتحرك اليسار لليمين إلى الأمام، هذا سيلفي يعني، وتقوم بسحب فيلم يعني، وتري الجواز السفر على كاميرا الكمبيوتر، ويجب التأكد بأن كمبيوترك الخاص لديه كاميرا جيدة أن تصور بشكل جيد. وعلى العكس من ذلك هناك طرق أخرى للتأكيد وتحميل الصور الممكنة. ننتقل إلى الشريحة التالية، ولذلك تابعوا التعليمات وكل شيء مكتوب بشكل واضح. وهناك فيديو أيضا الذي يساعد الذي تم نشره، وضعوا الرابط في الدردشة لكي يطلع الجميع على ذلك. وقبل المتابعة، من هم من يسألوني؟ Global Unit Pay اليوم يسألون هل هي نظام دفع؟ ليس من الضرورة أن تستخدموا وسيلة الدفع. هناك طرق لإدخال النقود، Back Office UGPay أيضا، هناك يمكن أن تملأوا الحساب أو المحفظة، يمكن أن تملأوا حساب البطاقة والعمولة 6.5%، وهي طريقة أخرى لملء الحساب إذا لا تريد أن تستخدم Global Unit Pay. وبإمكانكم دعونا نتكلم حول العروض الترويجية للعام الجديد. في العام القادم حصلنا على هدايا جيدة من المدير العام، وهنا الآن هدية جديدة لكم لعروض للمشاركين، وقريبا ستنتهي وهي تقترب من النهاية من أول يناير هذا العام. عندما تصبح وكيلا خلال 15 يوما ستحصلون بشكل إضافي على 200 يونت و3500 نقطة
CRU، وفي المرحلة التالية 3500 يعني هي 1000 يونت، وهذا يعني خبر رائع. وأذكر أن هذا العرض سينتهي في آخر الشهر عندما تصبح كونسلتانت أو مستشار، يعني لغاية 31 يناير ستحصل على 1000 نقطة يونيت، و يعني حسب الخطة التسويقية ستحصل على 1000 يونيت و 35000 نقطة CRU بك يعني بونص. الآن في المرحلة التالية الحالية للتطور 5000 CRU يعني تثمن ب يعني 9000 دولار. هذا العرض الذي يجب استخدامه. انهضوا للوصول لتحقيق هذه الانجازات. اكتبوا في الدردشه اذا انتم ستقومون باستخدام هذه العروض الترويجيه الرائعه. ارى انه الكل يعملونه، راجي كومار وتوين و فاللغة الروسية قالينا رينا، برافو وهنئكم جميعا. من هو أيضا؟ سويتلانا، ممتاز. إذا أنتم لا تعرفون كيف يمكن أن تصبحوا وكلاء أو عملاء، من يعمل في هذه أو هذه الترويجات؟ لوغان يعني صديقتي ومن معارفي. السادة وسادات لمن لا يعرف كيف أن يصبح يعني عميلا أو مستشارا في إيفوريش، هناك أدوات المستثمر الخاص اللي في المكتب الخلفي، يعني مروا على ذلك وتطلعوا. وقد رأيت PDF وثائق التي عملتها قامت بها إنسلي والتوضيح، وإذا أردتم أن تحصلوا على ذلك سيحالفكم الحظ. وقد أنا يعني وزعت هذا البي دي اف، تواصلوا مع النسلي واطلبوا منها وستعطيكم هذه الوثيقة أيضا، وهناك اللينك أو الرابط في الدردشة أيضا. قبل 3 سنوات مثلا أردت أن أكون متكلماً متحدثاً عالمياً في هذه الشركة، وبالنسبة للجدد لم تكن هناك إمكانية، فلا يجب أن أكون أولاً مستشاراً كي لتقوم بهذه يعني العروض التقديمية. أعطوني هذه طلبت أعطوني هذه المحاضرات، يجب أن تكون أولاً استشارية، بعد ذلك يمكن أن تشاركي. لم يعطيني أحد ألف يونيت هذا في ذلك الوقت، ولم يعطوني 35000 من نقاط CRU في تلك الفترة. وكل ما كان لدي التحفيزات هو الباوربوينت وسيلة، وكنت عملت بشكل يعني لأحصل على الباوربوينت. وعندما تضع هدفا أمامك أعملوا وابذلوا كل جهودكم للوصول إلى أهدافكم. لذلك أتمنى لكم النجاح إذا لتتمكنوا من ذلك. 2021 هو عامكم، لا تتوقفوا، وسينتهي شهر يناير وتابعوا العمل. وهناك أيضا هناك إكسبرس الترويجي الذي ينتهي في سبتمبر 2021 وما زال مستمرا، ولآخر سبتمبر ستكون لديكم الإمكانية للمشاركة في هذا العرض. تابعوا إلى الأمان. لذلك أنني متأكدة
هناك سيكون هناك الكثير من المشاركين الذين سيشاركون بذلك بفضل هذه العروض. وبعضهم يسألونك في آخر أغسطس أو سبتمبر، من متى ينتهي من خدمة الدعم؟ هل تخبروننا؟ أتذكر إلى 30 سبتمبر، ومنهم من يقول في آخر أغسطس. من أغسطس عفوا، من هو في خدمة الدعم؟ أخبرونا من فضلكم. 31 أغسطس يقال، وربما طبعا يقولون 31 أغسطس تنتهي هذه العروض. ومن تأكد من التبويبات يعني في إيفوريتش، ما هي الأخبار هناك؟ وما هي ال جيمي يكتب أنه هو قام بالتأكد والتحقق من هذا. كل ما يعجبني في هذا النظام الجديد أنه لدينا إيفوريتش ولدينا أيضا أكاديمية المستثمر الخاص والدورات الموجودة الآن. إذا نظرتم في حق الأكاديمية المستثمر الخاص، فأنتم سترون أن هناك دورات التي ستعلمكم الاستثمار والتمويل، وإيفوريتش هي دورات التي تحصلون على التعليم في كيفية تنمية وخلق البزنس الخاص بكم، وأيضا بعض المهارات، مهارات القيادة وهذه الأمور التي تحتاجونها لتنمية عملكم والبزنس الخاص بكم. إيفوريتش طبعا هو بزنس التسويقي، هذا هو كمؤسسة التي أو هيكلية التي تقع في ضمنها مشاريع مختلفة، وشركاء كشركاء إيفوريتش يجب علينا أن نعرف كيف تعليم وتعريف الناس بالبزنس الموجود لدينا وكيفية الشرح لهم لكل هذه الأمور. انظروا في المكتب الخلفي هناك مراحل مختلفة، المرحلة الأولى المستوى الأول هو مناسب لهؤلاء الذين يريدون تعلم كيفية تحديد الأهداف بشكل صحيح وتحقيقها. أنتم تبدأون يعني من المستوى الأول، ومن يجتاز المرحلة الأولى والمستوى الأول ينتقل إلى المستوى الثاني. هناك 4 مستويات، لا تتسرعوا، ابدأوا من المستوى الأوطأ وبشكل تدريجي ابدأوا بتحسين هذه الأمور. قوموا باجتياز هذه الدورات، يجب أن تقوموا فيما بعد يعني أن تكون لديكم إمكانية بأنكم اجتزتم جميعا هذه الاختبارات أو المستويات. في أي من أنواع البزنس يعني نحتاج إلى التعلم، حتى أندري خبراته فهو يقول أنني دائما أتواصل وأتواصل في التعليم، ويوجد ما يجب أن نتعلمه. نعم جميل جدا أن نغوص في مجال التعليم. أنا إلى حد الآن أنا طالبة، أنا أقوم بمرور دورات هذه الشركة. التقويم الخاص بي هو ممتلئ بالمناسبات والتدريبات، أنا يعني أحب جدا التعليم والتعلم. هذه التدريبات والمستويات هي موجودة في الحساب الشخصي، أنتم تحصلون على مكافآت وبونصات، ولماذا لا تقوموا بإنفاقها على التعليم في هذه المؤسسة؟ انظروا ماذا يوجد في المستوى الأول، بالمناسبة هناك مستوى ثاني أيضا، أنتم ستتعلمون كيف يمكنكم بناء خطة عمل للحياة التي تحلمون بها، وأيضا وكيفية التعامل في اجتماعات البزنس. طبعا في المستوى الأول نحن نسينا شيء، أنه سيعلمونكم كيفية تحويل أحلامكم إلى حقيقة، وبعدها تقوموا بكيفية معرفة كيفية جعل الوقت يعمل لصالحكم. أنتم عندما تقومون بكتابة كل هذه الأمور وتدوينها، أنتم ستحصلون على شكل لهذه الأحلام، وأنتم أيضا ستكون لديكم يعني إمكانية، وهذه الخطة هي تعمل بشكل ممتاز. إذا ما قمتم بتقييم هذا الحلم الذي تحلمون به، فلن تكون هي في المستوى الذي تريدون تحقيقه. أنتم يجب عليكم أن تفهموا أنه ما هي الأحلام
الحقيقية التي تعتبر بحق مهمة بالنسبة إليكم. ننتقل إلى المستوى الثاني، كما تحدثنا كيفية بناء خطة عمل للحياة التي تحلمون بها، وأيضا فهم كيفية التعامل وتحقيق هذه الخطة، وأيضا كيفية التصرف في أثناء الاجتماعات أو البزنس. طبعا نحن نعمل في هذا البزنس مع الناس، ولذلك يجب علينا أن نتعلم كيف التواصل مع الناس في هذه المجالات. ولدينا دورات كثيرة ومختلفة هي تعلمكم هذه الأمور. ننتقل إلى الشريحة التالية وننتقل إلى المستوى الثالث والدورة رقم 3. شكرا جزيلا للجميع. بعد الانتهاء من المستوى الأول والثاني، المستوى التالي هو سيكون المستوى الثالث. كما قلت أنه من الأفضل المرور بالدورات كلها الأربعة، يعني أن كي تكون لديك إمكانية في التواصل مع العملاء المحتملين. يعني عندما نتحدث مع شخص يسألونك ممكن هل أنت قمت باجتياز هذه الدورات، أنت تقول طبعا أنا اجتزت هذه الدورات. طبعا وعند اجتياز هذه الدورات يمكنكم أن تضيفوا هذه الأمور في الملف الشخصي الخاص بكم. كما ترون في المستوى الثالث، أنتم يمكنكم إيجاد التوازن في الحياة. أتذكر في الماراثون كانت لدينا دورة هي يعني مخصصة لتوازن الحياة، كانت قوية جدا هذه الدورة. وأيضا يمكنكم رفع مزاج النفسي العاطفي وتعلم فن الخطابة. والأمر هو ليس فقط للتحدث عن حياتكم، أن كنت طفلا وبعدها كنت شابا، لا، هذه القصص هي لا تهم الناس، ولكن القصة إذا يمكنكم إدخالها ويمكنكم سردها بشكل يجذب اهتمام الناس فسيستمع الناس إليكم. يمكنكم إضافة بعض الأمور التعليمية إلى هذه القصص. أتذكر أنه عندما كانت لدي دورة في لندن، والبعض من الموجودين كانوا هم موجودين اليوم معنا في شركتنا. الشركة قامت بدفع كل شيء لهم، السكن، وأندي هارتون أيضا هو كان موجود وتحدث عن كيفية تحدث عن القصة بأفضل الأشكال، وفي جو برو، من كان في جو برو، البعض من المتحدثين أيضا هم قاموا بتعليمنا كيفية التحدث عن القصص. بالمناسبة، من يتذكر المتحدثين في جو برو الذين أخبرونا عن كيفية التحدث عن القصص بشكل صحيح؟ اكتبوا في الدردشة إذا أنتم كنتم في الماراثون. مارشال يانزيما أيضا هو كان لديه دورة حول هذا الموضوع وكيفية التحدث عن القصص بشكل صحيح. هذا ما يعجبني في التحدث عن القصص أو سرد القصص، هو أنه عندما أنت تتحدث مع الناس العملاء المحتملين، أنتم تقومون بجذبهم عن طريق هذه القصص. هم يكونون مستعدون للاستماع إلى العروض، عروض البزنس. كتب شخص أنه يتذكر أحد هؤلاء المتحدثين في جو برو، كان هناك متحدث الذي قام ببيت فارغاس، نعم، دكتور ميري أيضا كانت يعني قصته قصة جدا عاطفية ومثيرة. أنا أتذكر أنني رأيت العرض التقديمي الذي قام بإجرائه القادة المحليين في أستراليا. وكالعادة هذه الندوات يشارك فيها أربعة من القادة ويتحدثون ويخبرون قصصهم. وما الشيء الرائع والجميل هو عندما يقوم القائد بالتحدث عن قصته قبل البدء في العرض التقديمي، هو أن الناس عند استماعهم إلى القصة هم يندمجون، وسيكون هناك علاقة إنسانية بين المتحدث والمستمع. أتذكر كارمن تحدثت في أستراليا عن قصتها، وهي يعني
هي دخلت إلى أعماق قلبي هذه القصة، وإذا ما كنت شريك في هذه الشركة لكنت بعد سماع هذه القصة قد اشتركته. هي في البداية قالت أنها كانت أم شابة وكيف أصبحت بعدها جدة شابة وكيف كان يجب عليها أن تساعد أبنائها وأحفادها، وهي كانت تعتقد أن حياتها انتهت عند هذا الحد، ولكن بعد هذا كل شيء تغير بفضل تلك الإمكانيات التي حصلت عليها من قبل الشخص الذي عرفها بشركتنا، وهي تعمقت بشكل عميق جدا في هذه الدورات وأرادت التعلم كل الدورات التي تقدمها الشركة، وهي عرفت أن العالم لا يوجد فيه حدود، وهي عرفت أنها هي أغنى من أن تقوم فقط بدعم أبنائها وأطفالها. أنا أعرف أنه ستكون هناك مواد كثيرة رائعة في المستوى الرابع. البزنس هو ليس يجب أن يكون مثلا صارما واستراتيجيا، لا، خاصة البزنس الخاص بنا هو أنت عندما تتحدث مع الناس وتتواصل مع الناس يجب أن يعجب بك الناس، يجب أن تكون حقيقيا، لأن القيادة هي ليست فقط التحدث مع الناس أن تقول لهم ما الذي يجب أن يقوموا به، لا، يجب أن تساعد الناس على أن يكونوا أفضل في عملهم وفي اختصاصهم. الجميع لديه عمل، ولكن هناك ناس يعني يتبعوننا، ومهمتنا كقادة يجب علينا أن نقوم بجعلهم يقومون بتنفيذ عملهم على أتم وجه. هذا ما يقوم به القادة العظماء. المستوى الرابع هو هذا، هو خط النهاية، وواحد اثنان ثلاثة أربعة. المستوى الرابع، أنت هنا تغبر نفسك في عملية التعليم، ويمكنك أن يعني تنتقل بسهولة من مرحلة المبتدئ إلى المحترف، لأنك ستتعرف على جميع المواد السابقة، وأنك يمكنك أن تكون خبيرا في استثمار جميع متعدد المستويات، وأن تكون فريقا ضخما من الأشخاص الناجحين. يجب عليكم أن تنظروا إلى هذا المستوى الرابع بعين الاعتبار، لأنه عندما تعلمت هذه الأمور هي كانت بالنسبة لي استمتاع ومتعة. 80 دورة في ماراثون واحد كما أتذكر، أنا كنت أتذكر أنني أقوم بمرور وإشتراك دورات خارج هذه المؤسسة، وأنا أفهم أنني ويعجبني أنه يمكنني أن أتعلم في داخل هذه المؤسسة وفي أماكن أخرى، ويمكنني أيضا أن إذا كانت لدي أسئلة يمكنني أن أعود إلى المنظمين وإلى القادة وطرح الأسئلة عليهم. وبعد تدريب جو برو كان هناك مرافقة منهم من الشركة، وهناك أيضا أشخاص دائما يمكننا أن نطرح عليهم أسئلة ونحصل على النصائح منهم. هذه هي المستويات الأربعة، قموا باجتيازها وإضافتها إلى الملف الشخصي أو السي في الخاص بكم فيما بعد، وأنتم ستحصلون على هويات مثلا أو شعارات ذهبية أو مذهبة. أنا أحب هذا الشيء جدا، لدي الآن هذه العلامة أو الشعار من أكاديمية الاستثمار الخاص. كان يجب علي أن كان يجب علي أن أسافر من أستراليا إلى بيلاروسيا، وكان لدي طريق طويل للحصول على هذا الشعار. البعض منكم ممكن هو يعني لاحظ أن التدريبات الجماعية هي تم إلغائها، نحن نسميها هي مدرسة للشركاء، وهي كانت في الثلاثاء والخميس، وقسم التعليم هو يعمل على خط جديد من الدورات التعليمية، وعن قريب سترون عروض تقديمية كبيرة جدا للشركة. وطبعا إيفوريتش كما تحدثت مسبقا في
في السبت القادم الساعة 3 بتوقيت موسكو سيكون لدينا شكل جديد للمؤتمر، سيكون لدينا دورات تدريبية، وإذا كان لديكم أشخاص الذين هم طبعا في بيزنسكم الذين يتحدثون ويقولون دائما أنا لا أفهم ما الذي يحدث، قوموا بهذا، تحدثوا عنه لهم، قوموا بطلب منهم بالتسجيل في حسابهم الشخصي أو الأكاونت، واقرأوا كل الأخبار الموجودة لديكم. ستكون هناك إعلانات هناك، إذا هم لا يقرؤون الأخبار يجب عليهم قراءة الرسائل بشكل دقيق، وأنتم كي تقوموا بتدريب شركائكم خطوطكم الأدنى كي تساعدوهم أن يقوموا بمساعدة أنفسهم فيما بعد، وبهذا الشكل أنتم تقومون بجعلهم أكثر استقلالية، أنتم تعلمونهم أين يبحثون وماذا يفعلون، وبعدها هم سيقومون بهذه الأمور بشكل مستقل. أحيانا يجب علينا أن نكون يعني قليلا قساة في التحدث وفي يعني التعامل. نعم، من متفق معي؟ نعم، أحيانا يجب علينا أن نكون قساة في، وفيما بعد يجب أن يعني تكون لدينا يعني إمكانية لدفع الناس، نحن نحتاج إلى هذا الأمر. نعم، طيب ننتقل إلى الشريحة التالية. حسنا، هنا هذا هو الجزء الذي كان يجب على أنيت مارتنسون أن تتحدث، لكن بسبب مشكلة تقنية فنية للأسف نحن ما استطعنا ضمها إلينا. ومن يمكننا أن مشاهدة هذه الشرائح من غير التعليقات؟ الشريحة يوغين. طيب الآن يمكننا أن ننتقل إلى شرائح المتخصصة والمتعلقة بيوغين. يمكن أنيت كما قلنا هي غير موجودة اليوم، ولذلك نحن سننتقل إلى هذه الشريحة الخاصة بيوغين. ننتظر قليلا. يسألون ما الذي سيحصل في الأسبوع القادم؟ طبعا أنيت هي كان يجب عليها أن تقدم كل هذه الأمور إلينا لنعطيها فرصة لأن تقوم بتقديم عرض تقديمي بشكل صحيح. هل يمكننا أن نسألكم، هل يوجد أحد منكم، من فضلكم قم بتشغيل شرائح يوغين؟ من منكم بدأ باختبار يوغين؟ كان لدينا اختبار واحد، نعم، وامتحان واحد. أتحدث عن امتحان يوغين. من منكم اجتاز هذا الامتحان؟ اكتبوا في الدردشة من فضلكم. إذا أنتم اجتزتم هذا الاختبار، اختبار يوغين، المنظمون من فضلكم انقلونا إلى شرائح يوغين. هذا هي الشريحة رقم 38. شكرا جزيلا. ما المتعلق بيوغين أعزائي الشركاء المحترمون؟ في سبتمبر كما أتذكر، نعم شكرا جزيلا، كان هناك اختبار يوغين. من منكم اجتاز هذا الاختبار؟ وهؤلاء الذين ما اجتازوا هذا الاختبار أو هم جدد في ذلك الوقت في سبتمبر، نعم أخبرون كان هناك امتحان الأول و 90 سؤال تقريبا، لا متأكدة كم سؤال سيكون في الاختبار الجديد أو النسخة الجديدة. إذا كان لديكم أو أنتم قمتم باجتياز الاختبار في سبتمبر وأنتم الآن في القائمة، هناك قائمة ألف وقائمة باء، إذا أنتم موجودين في القائمة، إذا أنتم حصلتم على أكثر من 50% من النقاط فلا داعي لاجتياز الاختبار مرة ثانية، لا داعي لاجتياز الاختبار مرة ثانية. إذا أنتم قمتم باجتياز الاختبار الأول فلا توجد دعوة لاجتياز الاختبار الثاني. ولكن هناك أنا كتبت في 25
من 25 في 9 صباحا بتوقيت موسكو، 25 التاسع بتوقيت موسكو، لدينا عدة أيام، وعن قريب جدا يجب علينا في الخامس الساعة الخامسة بتوقيت موسكو صباحا، يعني قبل هذا يجب أن تكونوا مشتركون في نادي في آي بي لاجتياز هذا الاختبار. الاختبار والمواد هي كلها مجانية، ولكن هي ثمنها $3,000، يعني هذا عدد ساعات وتدريبات ضخمة جدا، وأن تكون عضوا في نادي في آي بي فهذا معناه أنك ستحصل على كل هذه المواد التعليمية مجانا، وأنتم يمكنكم أن تحصل عليها في حقل أكاديمية مستثمر الخاص قسم التعليم، وعلى اليسار سترون يوغين مواد دورات يوغين. أنتم تقومون بفتح هذه الملفات، وماذا يجب عليكم أن تفعلوا؟ أنتم تحصلون على إمكانية وصول إلى جميع الفيديوهات، وأنتم ستحصلون على إمكانية وصول الفيديوهات المسجلة، هي في أكثر من ملف موجودة. أنا أريد أن أشارككم بعض النصائح. أنا قمت برؤية الدورة بشكل كامل، وفي يوم الاختبار لدي عدة فيديوهات على اليوتيوب، وأيضا على سبيل المثال كل المواد التعليمية وكل العروض التقديمية أيضا هي موجودة لدي. هي ليست فقط فيديوهات مواد فيديوهات، ولكن هي أيضا عروض تقديمية أيضا موجودة لديكم. وما عدا هذا أنتم لديكم أيضا كتاب أو كتيب متكون من 40 صفحة، هو خاص مخصص لشركائنا. هذا بالتحديد هو سيساعد على اجتياز الامتحان. هذا الكتيب الصغير متكون من 40 صفحة، وما عدا الفيديوهات، وكل هذا سترونه في حساباتكم الخاصة ويمكنكم إيجاده هناك. بعض المواد مواد الدورات يمكنكم الضغط عليها وتحميلها، وهذا الكتيب أيضا المتكون من 40 صفحة. كل هذه المواد هي تحت تصرفكم، وهي مفتوحة أمامكم عند اجتيازكم للاختبار. ما بما أن الاختبار أو الامتحان يجب عليكم أن تخصصوا 3 ساعات لاجتيازه، أليس صحيح؟ 3 ساعات لاجتياز الاختبار، نعم. وإذا أحد منكم اجتاز هذا الاختبار، اكتبوا من فضلكم كم سؤالا كان هناك. نعم، يكتبون 3 ساعات في الدردشة الإنجليزية، نعم، شكرا جزيلا، وتقريبا 60 أو 61 سؤالا. شكرا إيرينا أورماس، أيضا يكتبون، شكرا جزيلا على هذه المعلومات. ولذلك أعزائي الشركاء المحترمون، هذا الاختبار الذي تحتاجون إلى 3 ساعات لاجتيازه، إذا أنتم ما تمكنتم من اجتياز شيء معين أو سؤال معين، يمكنكم العودة إلى هذه المواد التعليمية الموجودة لديكم. اقرأوا الأسئلة بشكل دقيق، يعني لا تفكروا بشكل طويل على كل سؤال، لا حاجة إلى هذا، لا حاجة إلى التعمق. وإذن الامتحان، المواد للامتحان، للاستعداد للامتحان هي موجودة أصلاً، وفي حالة أنتم لا تعرفون متى يتم اجتياز الاختبار في الدردشة، اكتبوا من فضلكم أين يمكن إيجاد الرابط للدخول أو إمكانية الوصول للامتحان. استخدموا الرابط، هي من اللازم أن تكون في الحساب الشخصي الخاص بكم في حقل أكاديمية المستثمر الخاص. أنتم ستحصلون هناك على الرسالة، وإذا أنتم ضمن القائمة ألف قمتم باجتياز الاختبار أو الامتحان، أو أنتم ما نجحتم في الاجتياز الاختبار، يعني حصلتم على أقل من 50، يمكنكم اجتياز الاختبار مرة أخرى، أو أنتم ما قمتم باجتياز تعليم يوغين
يمكنكم القيام بهذا الآن. في هذه الحالة يعني من الممكن أنتم ما قمتم بضغط، يعني أنتم قمتم باجتياز الاختبار، ولكن في الأسفل كان هناك زر هو تأكيد الأجوبة، وأنتم نسيتم الضغط على هذه على هذا الزر. إذا أنتم لا ترون أسماءكم في القائمة ألف وباء، يجب عليكم اجتياز الاختبار مرة أخرى، لأنه يوجين هو مشروع رائع، وإذا أنتم ستكونون كمروجون نحن بحاجة إليكم، نحن نحتاج إلى، يجب عليكم أن تنضموا إلينا والعمل، وأيضا العمل مع خدماتنا ومع رواد الأعمال، ولذلك بحق نحن نحتاج إلى مساعدتكم لننتقل إلى الشريحة التالية. شكرا جزيلا. شركاؤنا هنا كما نرى أمامكم كل سبت، ما هي الندوات؟ من الممكن البعض ما فهم ويعني اختلط عليه الأمر، ما هي الندوات التي تجرى في يوم السبت؟ هناك لدينا برنامج، وهذه البرامج هي تتكرر من شهر إلى آخر. الأسبوع الأول هو تكون هناك الندوة الموجزة، وهو فتح المعلومات، دعوة الجميع من غير يعني أخذ النظر الاعتبار ما هي الرتبة، وغير يعني النظر إلى الباقة التي حصلتم عليها. حتى إذا أنت كنت جديد يمكنكم الحضور إلى هذه الندوة الموجزة. نحن نتحدث عن ما حدث الشهر الماضي، نتحدث عن أخبار مشروع العروض الترويجية، وأيضا نتحدث عادة عن الأخبار المالية، وما عدا هذا يمكن أيضا سنكون سعداء الحظ إذا ستنضم إلينا ماريا أنتونينكا لتخبرنا عن آخر أخبار سلسلة الكتل أو بلوكشين. هذا هو كل سبت من كل شهر. الندوة المغلقة هي تكون في الأسبوع الثاني من الشهر، هو ندوة مغلقة، من يمكنه المشاركة في هذه الندوات المغلقة؟ اكتبوا في الدرجة ما لديه الحق في الدخول إلى مثل هذه الندوات المغلقة. المستشار فما فوق، شكرا جزيلا. أنسلي هي تكتب إلينا، نعم مستشار فما فوق، أو كل من قام بالحصول على باقة في مؤسستنا بمبلغ أكثر من 1000، هؤلاء الشركاء يمكنهم الحصول على دعوة لهذه الاجتماعات المغلقة. في الاجتماعات المغلقة نحن أيضا يجب علينا أن نقوم بتوقيع اتفاقية على عدم نشر وترويج المعلومات في الحسابات الشخصية. هناك يجب عليكم أن تقوموا بالتوقيع على هذا الاتفاقية، يجب عليكم أن تنتبهوا في الحسابات الشخصية إلى هذا الأمر. وطبعا في الاجتماعات المغلقة أنتم ستحصلون على كل المعلومات، على أهم المعلومات التي هي مخصصة فقط لمجموعة معينة من الناس، هي أخبار قسم الاستثمار، هو تقرير عن أصول محفظة الاستثمار العالمي للشهر الماضي. نحن نحصل على آخر الأخبار حول تقييم الاستثمار وتقييم مشاريعنا ببرنامج الكريبتايونيت أو Evorich STO، والأخبار الحصرية للشركة المخصصة فقط لكم بشكل حصري. وعندما نستمع إلى كل هذه الأمور، وعندما نشارك في هذه الويبينارات أو الاجتماعات، أندري فردريفيتش مثلا في المرة الماضية هو كما قال يعني لا يجب علينا أن نشارك هذه المعلومات خارج هذه الندوة، هي فقط للاستخدامات الداخلية. شكرا جزيلا أعزائنا الشركاء لأنكم تقومون بالاحتفاظ بهذه المعلومات بشكل سري. الأسبوع السبت الثالث من كل شهر، نعم هذا هو السبت الآن، السبت الثالث من الشهر كالعادة نحن يجب علينا
أن نستمتع بالعروض التقليمية التي كان يجب علينا أن تقدمها نت، ولكن هذا السبت الوحيد الذي السفراء أو مديرو المشاريع أو مديرو المشاريع الموجودة لدينا هم يقومون بإجراء دورات تعليمية معينة، وهذا السبت هو قمنا بتخصيصه لمثل هذه التدريبات، هو مع يعني دورات تعليمية القيادة إيفوريتش أو البعض من شركائنا أو ممثلو المشاريع، مشاريع يوجين مثلاً أو التوائم الرقمية ديجيتال دابلز أو هؤلاء الذين يمكننا الحصول على معلومات منهم وتعليم منهم، وبهذا السبب بالتحديد تم تخصيص هذا السبت. أما السبت الرابع من الشهر أعزائنا الشركاء أيضاً هو تعليم، ولكن هذا التدريب هو من السفراء أو مديري المشاريع، ولكن هو مخصص فقط للقادة. يعني أنتم يمكنكم على سبيل المثال الآن في هذا الوقت يمكن يعني التمتع بالهات، ولكن السبت الأخير من كل شهر هو مخصص للقادة المحليين، وكل هذه المعلومات التي يتم توزيعها هي مهمة جدا. هذا هو بشكل مختصر هي ندوات يوم السبت من كل شهر. أنا أتمنى أنه لكل منكم، لأي شخص منكم هو أصبح الأمر أكثر فهما وهو يقول نعم فهمت الآن هذه الأمر، ومن ممكن أنتم يجب عليكم أن تتذكروا هذا. أعزائنا لنرى ماذا لدينا تاليا. هي الشريحة التالية يعني نحاول أن نرى الفيديو في كل ماذا يحدث كل يوم سبت من الشهر. المدراتر لدينا فيديو، هل هو موجود متوفر؟ لم يتم وضع هذا الفيديو، أطلقوا هذا الفيديو رجاءً، وسيكون يعني ويكون السلايد النهائي. وقد عملنا أكثر من شهر كامل، وأشكركم من الصميم لأنكم أمضيتم هذه الساعة معي وتكلمنا عن آخر الأخبار والتغيرات، وأمل أن يكون هذا مفيداً جداً، وأن تفاعلتم مع يعني أسئلتي. والويبينار الذي سيكون من قبل أنتن مارنسون في الأسبوع القادم سيكون في الساعة 12:00، ومع يعني التدريبات الأخرى للقادة المحليين التي تكون في الساعة 3:00 سنلتقي فيما بعد. وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لدي التواصل مع الكثير منكم. أتمنى لكم إنهاء وهذا اليوم، وهذا اليوم أن يكون يوما سعيدا، وفي أمريكا صباحا خيرا، وفي أستراليا وزيلندا مساء رائعا وسعيدا. وشكرا لكل المترجمين الذين قاموا بذلك. شكرا وإلى اللقاء.